ونعود لمتابعة آخر التطورات حول جنيف 2، ومعنا نائب المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية السورية المعارضة هيثم مناع. أهلا بك سيد مناع. بالأمس لم يكن هناك دعوة لهيئة التنسيق، اليوم هناك موقف، ماذا يعني هذا الموقف وهل تلقيتم دعوة؟ لم نتلقى دعوة كهيئة تنسيق وطنية، الأمر الذي كان شرطا ضروريا لمشاركتنا باعتبار أن مكونات الشعب السوري الأساسية ليست فقط الائتلاف، ولا يمكن، وكل الدول تعرف بأننا لن نقبل المشاركة في مظلة الائتلاف وبخياراته، خاصة وأنه الآن في أصعب الأوقات التي يمر بها. المسألة الثانية، لم يتم التحضير كما طلبنا بشكل جيد، ولم يتم الاستجابة من السلطات السورية إلى أي طلب يؤهد لأجواء إيجابية من أجل جنيف. نحن أمام أمر واقع يطلب منا أن نذهب كما يعني يصور لنا ويفرض علينا. لسنا طرفا قابل للسيطرة من أحد، نحن لدينا دورنا ولدينا مكانتنا، وكوننا نمثل في هذا المجتمع وفي سوريا الخط الديمقراطي المدني الوطني المستقل، نقول اليوم لا يمكن أن نقبل بأن نذهب تحت وصاية أحد وبأي شكل من هذا الأشكال، ولا يمكن أن يغيب عن مؤتمر جنيف البرنامج الوطني الديمقراطي المدني الذي تقترحه هيئة التنسيق. وبالتالي من أجل ذلك قرر المكتب التنفيذي اليوم عدم الذهاب إلى جنيف، وسيخرج بنداء إلى الشعب السوري غدا يوضح كل الملابسات التي جعلت المدافع الأول عن الحل السياسي وعن مؤتمر جنيف يجد بأن ما يجري هو عملية اغتيال للحل السياسي وأضعاف له، عوضا عن أن تكون بالفعل منفذا من أجل الخلاص من الدمار والأوضاع البائسة التي تمر بها البلاد. نعم، طيب سيد مناع، في ظل كل ما يجري وفي ظل الخطوط الحمراء التي عادت إيران للتذكير بها لروسيا، وأيضا من المؤكد أنها وصلت إلى مسامع واشنطن، واليوم الأجواء الدبلوماسية تشير بأنه إلى انعقاد جنيف 2 في الموعد المحدد، برأيك هل البيان أو هل الملاحظات والانتقادات وهذه المواقف لهيئة التنسيق ستؤثر في مجار الأحداث الدولية؟ هيئة التنسيق شاء من شاء وأبى من أبى هي رقم صعب، ولا يمكن تجاهل وجهة نظرها لأنها تعبير عن كل الأحزاب التاريخية التي ناضلت خلال أكثر من 40 سنة ضد الدكتاتورية والفساد، وبالتالي لا يمكن أن نقبل بوكلاء عن هذه الدولة أو تلك عن هذا الطرف أو ذاك ليمثلوا الشعب السوري ويختاروا ممثلي الشعب السوري في مؤتمر جنيف أولا، وثانيا لا يمكن أن نقبل بأن يتحول مؤتمر جنيف إلى شيء غير الأساس الذي من أجله كان التحضير وكان الانعقاد. الأساس في جنيف أن ينجح، وليس الأساس في جنيف فقط أن نعمل نوع من السياحة إلى مونترو المدينة الجميلة على البحيرة ونعرض على الناس لأننا أحضرنا 30 أو أكثر من الوزراء وأحضرنا المعارضة والسلطة. نحن نريد حلا جديا للقضية السورية. نعم. ونحن اليوم في وضع لا يمكن فيه أن نملك الترف في ترهات كهذا. هناك استخفاف بالتعامل مع الشعب السوري، مع التعبيرات السياسية الديمقراطية السورية، ويفرض علينا اليوم من الكبار نوع من سايكس بيكو جديدة لن نكون طرفا في لعبة الأمم. نعم، طيب سيد مناع، تحدثت عن رقم صعب وتحدثت عن رفضكم، ماذا يعني هذا الكلام وكيف سيترجم على أرض الواقع؟ سيترجم كما طلب المكتب التنفيذي الدعوة إلى مؤتمر وطني ديمقراطي جامع للمعارضة السورية بالمعنى الشامل للكلمة، وليس فقط هيئة التنسيق. وافقت حتى الآن على هذا المؤتمر عدة أحزاب من الداخل خارج والتنظيمات
المدنية خارج نطاق هيئة التنسيق، وهناك إشارات إيجابية بالموافقة من شخصيات معروفة وأطراف سياسية موجودة خارج البلد. وأظن بأن مهمتنا الآن إعادة تكوين قطب ديمقراطي مدني وطني قوي يكون له الصوت الأساس في تقرير مصير مستقبل سوريا وليس في هذا. نعم، هل من بين الأحزاب المعارضة هل وجهتم دعوة إلى الائتلاف والمجلس الوطني؟ ستوجه الدعوة إلى كل الأطراف المؤمنين بالحل السياسي، المؤمنين بضرورة فترة انتقال من أجل الخلاص من الفساد والاستبداد. نعم. والخلاص أيضا من الدمار الذي تعيشه البلاد، من أجل أن يكون هناك حلول فعلية وإجابات فعلية على مشكلات حقيقية وليس مجرد جمع الناس من أجل الشكل. طيب سيد مناع، بحسب معلوماتك هل سيعقد جنيف 2 بالموعد المحدد له؟ كل المؤشرات تدل على أن المؤتمر إذا عقد سيكون كما يقال بالإنجليزية عملية فورسينج، يعني أنتم يجب أن تحضروا بأي شكل بأي حجم بأي تمثيل، حتى لو انقسم الائتلاف غدا يجب على النصف الباقي أن يذهب. نعم. هذا الشكل لا يمكن أن نقبل به. نعم، أشكرك جزيل الشكر نائب المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية السورية المعارضة هيثم مناع على هذه المشاركة والتوضيح أيضا.